تعرف يا فلاح، انا لحد هسه مش مصدق ابدا. كيف ما انت مصدق؟ ايش اللي صار يا زلمة؟ انا عداري كيف بترضى عن هوشي خمس نرات؟ اي هاي الشغلة عمرها ما صارت ولا راح تصير يا فلاح. انا بقول لك ها، يعني لولا مرشود وجفال وراد ولا انا فشخته مثل ما فشخني. بس عاد هم راضوني وحب على راسي. مش هيك يا فلاح، مش هيك. انا بدي احكي لك شغله ثانيه. عندنا هون بالزرقاء اذا واحد شخطني بدبوس، دبوس رفيع يعني زي الابره، ما برضى منه اقل من 20 نيره عدا ونقدا. ومن وين؟ من عند قاضي الصلح، وبعد ما حبسه ليلي بالنظاره ومن غير كفاله حتى. يا هول الله العظيم، دبوس ولا يا فلاح؟ هو الاعتداء على حرية الآخرين وحياتهم مزحة هيك يم؟ أنا داري يا أخوي يا فلاح كيف ترضى أنت عن هوش بخمس نرات. أنا داري. اسمع يا فلاح، اسمع، شو رأيك باللي حصل لك منه 100 نيرة؟ 100 نيرة؟ طبعاً 100 نيرة، نيرة تنطح نيرة. ها؟ وكيف؟ ها قلت لي كيف. بنزل وياك هسا على المحكمة، بنقش لك شكوى بخط ايدي، بتدفع لي عليها بس 120 قرش طوع بس، وبتخش فيها على المدعي العام، بتقول له مثلا، شو يقول له هاي شو بتقول له مثلا انه ايش كلوتك والله ما عندكش كلاوي، بتقول له انه كلوتك بتوجع خلص. كلوتي؟ كلوتي ما بيها شي يا زلمي. يا زلمي خليها توجعك، وبدها صور أشعة كمان وفحوصات مخبرية. طب يا سياح وبعدها وش يصير؟ اها قلت لي بعدها شو بصير؟ ببعثوك للطبيب الشرعي، وبرسل الشرطة لغريسة بيجيبوا حمد العلي وبحطوه جوا السجن. والله؟ طبعا يا زلمي، واترك هاي الأمور على أخوك صياح. وبعدين ترى حمد العلي ما بيطلعوه من السجن إلا إذا انت تسمع عنه، وانت ما تسمع عنه إلا إذا بدفع لك 100 نيرة عدا ونقدا وبجلسة محكمة. ها؟ لا 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 لا، أنا ما ودي دواوين المحاكم هذه. يا زلمة أنت اترك دواوين المحاكم علي، أنت لك مصاري لجيبتك بس. ها؟ طيب أشاور عمي وراد. إذا بدك تشاور عمك وراد معناته لا قبضنا ولا صرفنا، يعني ما راح نقبض ولا قرش. نشوف واحد غيرك، روح يعدمني جدوقك إن شاء الله. عندك عندك عندك، حط اللي عمك أبو قاسم. خذ عمي، حط هذول معهن. كم كيس هذول يا رجل؟ 30 يا أبو قاسم. إقلال إقلال ما بيكفن يا زيدي، يوم يومين بتوفر عندي وبودي لك 100 كيس إن شاء الله. يعني هسع يا أبو قاسم ضايل بدك 60 كيس. بدنا اكثر. وبتقول لي الموزة مش مليحة، الله يسامحك ويطرع لك البركة. طيب انطينا العتال وجرته خليه يتسهل. يا عمي ها، خذ عمي يمتك العافية. الله يزيدك يا خطر. يا الله، خذ يا رجل هذا تلفون قاسم بشغله، اطلب لي اياه بدي احكي معه. هذا اذا يجي الخط معنا ان شاء الله يجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها والله واستفدنا من صحبة رعيك يا ابو قاسم. ماله؟ النير اللي اعطيتني اياها ظل يلهط بيها حمص وفول لما صارت مثل الشميم تبطنه، وانا طلعت على الرافية ولا اللي ترن. الخير باللافيات يا صياح، تجينا على غريسة وننطيك ان شاء الله. اشتريت اللي بدك اياه يا فلاح؟ لا ما اشتريت. مالك زعلان؟ ما ادري انا. ما كفنك القروش؟ دول الخمس نيرات ردهن على جفال وحمد العلي، انا ما ودي اياهن. وشو صار؟ أنا ودي أشتكي للمحكمة وأخلي الحاكم يحبسهم بعد. أنت وشو قريت على أذانه يا صياح؟ أذان مين يا أبو قاسم؟ فلاح، خذ الخمس نيرات اشتري لك بيهن غرض ولا حاجة، ولا ضبن بجيبتك، بدنا نروح لأهلنا.
يا رجا شوف لي سيارة تروحنا يلا. ليش ما بدك تنتظر التليفون تحكي مع ابنك قاسم بعمان؟ تحكي مع قاسم؟ ليش هو بلا مؤاخذة مروح عليك وعلى القرية امبارح؟ هو روح؟ هو أمس مر عليك ولهون؟ لا لا، هو أنا كنت عندهم، هو نواف بن جفال بعمان امبارح. وما لقيتهم بالغرفة المستأجرينها؟ لا لقيتهم، لقيتهم بس عاد. ها وشو بيقول؟ الله يلعن الشيطان الملعون. قول يا صياح. ولكم طق الجوهرة خلصنا. بصراحة اتهاوشوا مع بعض وهبروا بعض وانا قاعد عندهم بالغرفة. اتهاوشوا؟ ونواف ابن جفال طرد ابن قاسم من الغرفة. ايوة هات تليها، بكرة يضربوك انت يا عمي. احكي عن جد صحيح يا صياح. والله العظيم اني كنت عندهم امبارح بالغرفة امبارح وانا قاعد. فلاح خذ شبلات هذول روح بيها العرب لما الحقك. وانت يا عمي وين ودك تروح؟ ساوي مثل ما اقول لك، وخلي عواد يعب القمح بيهن لما ارجع عليكو، واركب الفرس من محل ما ربطناها. ولك بليس صحيح اللي حكيته؟ ول ليش انا عمري كذبت يا ابو عميش؟ شوف شو عملوا فلاح بتصدقني. انت كذب؟ اي اعوذ بالله. فلاح فلاح تعال، ما بدك تروح. تدري ان كنت صادق ولا كاذب باللي قلته لوراد؟ عقلي يقول لي انك خبيث. والله يا هلا بشبابنا. بالمهلي يا ابو ناصر. اقعد على الفراش يا وليدي رواف، ارتاح. خايف على بنطلونه يا حجي. انتوا لو ايش ما تخلوا البنطلونات بعمان وتروحوا علينا بالثياب، ما هو احسن؟ ليش؟ خايف نجفل الغنم؟ طلع ابن سالم من المستشفى يا حجي. ايه طلع، هذا هو قاعد بيه جنب المصفاه، يروح كل يوم على الزرقاء يضرب ابره ويرجع، الله يعين. قل لي يا حج، انت فاضي السبت؟ لو ايش؟ احنا معنا تدريب السبت، شو رايك اطلع انا وياك ونواف على اشغال بعمان مشان الطريق؟ يا ولدي بس بالاول لازم ناخذ كتاب من المتصرف. بناخذه معنا بنفس اليوم، في هناك واحد ممكن يساعدنا. فزين لعاد السبت الصبح نمشي سوا ان شاء الله. ان شاء الله. انا مش قاعد هون ليوم السبت، ما تحس بحسابي. مش خايف تقرصك حية ويشيلوك زي ابن سالم للمستشفى؟ بس هذيك الساعة راح يشيلوك على حمار مش على فرس. ما هو مشان هيك أنا مش قاعد. جماعة الرعيان والحراثين والمتوظفين اللي قاعدوا بدورهم وقلعنا الحجار اللي بنص الطلعة إذا شفتوهن. الله يعطيكم العافية يا أبو ناصر، بس لهسه الطريق بدا شغل. إيه بكرة الجمعة والناس كلها قاعدة بدورها، عليها عون تنبالله لما نسهلها. أحسن، احنا جينا نرتاح ولا نشتغل؟ يا ولدي يا نواف الرجا بالله وبيكو انتو، انا متأمل بيكو الاثنين، ما حدا ينفعنا غير الله وانتو. ولا يهمك يا جدي ولا يهمك، بس نرجع من اليونان اصمم لك مهباش اوتوماتيكي يطحن القهوة ويطلع صوت زي صوت مهباشك مع شوية عزف بيانو وبيشتغل على البطارية الشمسية. شوف عاد قاسم. نعم يا حج. أبوك ما روح معكو؟ هو أبوي راح للزرقاء اليوم. إيه راح يتسوق ويشتري شوالات للقمح. شوف بالله لو مرينا على دكانة أبو عميش كان صادفناه هناك وروحنا معه بسيارة بدل السفر الطويل اللي مشيتنا إياه. تعيش وتوكل غيرها. على
العافية يا شباب. أهلا سيطة. كيف حال المهندسين؟ جايين من سفر طويل يا سيطة. لبن مخيض شيمتكو بينكو. أعطيه أعطيه أعطيه. ما اسمه إلا أخو خطيبك عواد. وكون نسيب ولا تكون ابن عم. اهلا وسهلا. هلا رضوى. هلا قاسم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. حليان يا رضوى. عيونك اللي يشوفوا كل شيء حلو يا قاسم. رضوى امرك احسن ما حدا يشوفنا ويقول انه صار بغريسه غراميات بالشارع. غريسه بدها طريق توصلها بالدنيا يا قاسم، ومي من دون مكيال، ومدارس اللي انقطعوا عن دراستهم مثلي، وعياده صحيه. تعجبيني يا رضوى، فش بنت بغريسة قالت الحكي غيرك انتي. لا بحجوه يا قاسم، بحجوه لما يعطشن، لما واحدة تنقطع عن دراستها مثلي، أو واحدة ابنها تقرص حية وتشيل بحضنها للاسفلت، أو تشيل تنكة مثل هذه للبير حتى تجيب مية. ولا يهمك يا رضوى، كلها سنة زمان وراجع لها. إن شاء الله موفقين، ترجعوا بالسلامة. الله يسلمك. رضوى. خير يا قاسم. صحيح بدكوا ترحلوا؟ آه يا قاسم، أبوي متغلب بشغله وأمي مش طايقة تقعد هون. خسارة. بس تكمل دراستك وترجع بصير خير. خاطرك. الله معك. يما يا أم قاسم. قاسم. هلا يما. هلا يما. هلا حبيبي. هلا يما. هلا يما. هلا. شلونك؟ الدرب اللي جابتك خضرا إن شاء الله يما. هلا 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 جوك عواد ثم مليان اكل. هلا 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 من الصبح وانا راعي يا اخوي، راعي وشغيل بالدرب الله وكيلك. توني حليت هالكان وما بي نفس. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. قل لي يا قاسم. أيوم. انت ما روحت مع ابوك يما؟ ابوي انا ما شفته يما. عافيه عيالي، ترفعوا الراس بالفعل. خير يا ابا، عسى ما في اشي. لا تعوج لسانك بكلام المدن اللي تحكيه. امشي وراي يا سقيطة، امشي انت يا سبعان، امشي خلينا نربي الداس عطافنا. امشي. هو ماله يا جماعة؟ يمه علموني ايش صار بغيبتي. قاسم عواد اركضوا ورا ابوك وشوفوا ماله. والله شوفته ما هو زين. يلا يا عواد اركضوا يا اولاد اركضوا. اي وقعت هالبير ما اثرت عليك؟ وبعدين معك يا نواف، هي سالفة كل يوم؟ اخ بس لو اني سيل الدم. اخ دم مين يا زلمه؟ فكر الناس اشيلكم يا ابن بيار. والله يا عمرو شو داعيتكم؟ ايه والله لنا على ابو الربع يا ليلى. انت مو شرط ليلى، مو شرط. يا ابو يا ابو اتركني. ابعد حامد يا عواد. خلصتك اتركني. خلص اتركني. الله يا ابا يا عواد اتركني. خلاص اتركني. خلاص يا ابا اسكت يا حامد. دشني يا عواد. تعبيت مرسود، تعبيت مرسود. بورجيكم يا حمد. يلا يا عم المال يا بورجيكم. اتركني. نواف نواف ذبحك يا نواف. والله يا براسي يا براس واحد من اولاده. وين راح؟ عندك يا جفال، عندك انت معك. اسمع يا مسعود، اسمع ابن عن دربنا ابن مات. الله لا يردك انت ولا هو. اسمع جاي وراد وعياله بوجهي انا. والله ما يتقدم منكم طيب وخشمي شم الهواء. فهمت؟ اسمع يا مسعود. اسمع انت، امشي على بيتك، لا تبلان دمك ضم معاك. امشي روح وانا الحقك الساعه. امشي. ابشرك يا عمي ابشرك. بيش تبشرني بيش؟ نواف طيب وما هو ميت يا عمي. فيه فيه عليك. فكر جاي تبشرني بقتل عواد ولا قاتل. فيه بس شطارتك على الرعيان. على الرعيان شطارتك. يا رب انك تسترنا، يا رب انك تجيرنا. هم الناس مالهم انجنوا ولا شو اللي صار لهم؟ عيدة هي عيدة.
من هو هذا؟ مليحة؟ ياه وشايلة بارود انت كمان؟ اوعك البارودة تثور بيدك يا بنت الناس، تعورك وتعورني. لا 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 تخافي، امشي معي امشي. وين اجي معك يا بنت الناس؟ هو الهوش وصل للنسوان. قولي لي بس، منو اللي انقتل بالقرية؟ وشو بتقولي؟ بتقولي انقتل؟ لا عاد عليش الناس فازع على بيت مرشود وصياحة للسما، ها؟ وين عواد وقاسم؟ وين وراد؟ والله والله ما بدري يا خيتي. امشي امشي معي نعبر هالشي على الحوش، امشي. هو قاسم اللي إيه؟ اي فال الله ولا فالك يا بنت الناس، امشي معي نعبر هالشي، امشي. لا يا خيتي، انا راسي غالي علي ومالي غيره، اذا بيها هوش وذبح انا مالي ومال هالشغله. يقطع شرك يا مليحه، ايهم الناس اللي بموت احسن منا يا بنت الناس؟ خافي ربك يا مليحه، امشي امشي. ليش عملت هيك يابا؟ ليش؟ قلت لك ما بدري، حتى انا ما كنت بدي اضربه، لكن الحيوان اللي اسمه حامد جبرني عليها جبر، فلتت من ايده وخلص. لعنة الله على الشيطان الملعون، لعنة الله على الشيطان الملعون. رضوى، رحتي على دار جفال؟ لا. وتروح على دار جفال لويش؟ ما هسا القيامة قايمة عندهم. على ايش القيامة قايمة؟ ان شاء الله انه ما بي اشي. هذاك اليوم وقع حامد العلي بالبير وقلنا مات الله يرحمه، وبعدين طاب ولا كأنه بي اشي. اه يا خيتي، بس اليوم غير. الله يسامح عمي ابو قاسم، بلا حاله بلا اولاده. ازكتي انت يا بنت؟ وانا ويش قايلة؟ قايلتك تروح تهاوش الناس؟ بس يا صيتي روقي عمي شوي، ان شاء الله ان العواقب سليمة. يابا اذا صار اشي بنواف بتكون دمرتنا، خربت بيتنا. ان شاء الله انه ما بي اشي يا قاسم. لعنة الله على الشيطان، الله على الشيطان. هو مرشود وين راح؟ رضوى روحي على دار جفال. شو بدي اساوي هناك؟ روحي شوفي شو صار بنواف وفهمي لي اياه انه القضيه كلها خطا بخطا، وانه ابوي ما كان قاصد يضرب حدا. حاضر، ان شاء الله العواقب سليم. احنا شو بدنا نظل نسوي هون؟ لعنة الله على الشيطان الملعون، لعنة الله على الشيطان الملعون. السلام عليكم. هاي مرشود، شو صار بنواف؟ ما ادري لهسه يا قاسم، ما ادري. حج مرشود، ليش ما تروح عليهم وتشيلوه بسرعه على المصفاه ولا على الزرقه مشان يسعفوه؟ احسن ما يموت وننبلي عن صحيح. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. صيته يا ابويا، صيته. ايوه يابا. يا ابوي روحي لي على الفرهود بدورهم، اللي تلاقيه منهم خليه يجيني بساعه. عجل يا ابوي عجل. انا بروح. اقعد انت، اقعد. ايه اقعد. مرشود، غنمنا يا مرشود، الغنم هاجع على البيادر ما بي عنده حدا. وين وراك؟ وين راح؟ وراك يا جفال، والله اللي يفوت باب هالحوش ما يشوف السلام. هات عريبتا، انت تسحبي علينا الباروده. جفال، انت تعرف البارود اللي ببيوت اهلي، وتعرف النار الحمراء اللي توليك منهم. اكسر الشر احسن لك يا جفال. احنا بدنا غنم مراد. ابو المراجل بيكو يعدي باب الحوش، يلا تشوف. والله والله غير راس من راس ولادك يا عيده. اللي داشر لك منهم اذبحوا يا جفال. فارقني فارقني قبل ما ابتلي بدب واحد بيكو. يلا امشوا امشوا يا شباب، دشتوا هالمجنونه، الله يعدي من اياك. ريت غريسه تعدمك لحالك يا جفال. عم عيدة، عم عيدة. فلاح، انت وين كاين يا فلاح؟ انا وين بدي اكون يعني؟ الفرس وين شفتها؟ ربطها بمخزن التبن. يا معثر، هسه اذا شافوها يعقروها. اركض اركض اركبها وديها لدار مرشود، وارجع علي بساعة. اركض. علمينا عاد يا عمه وش صار. بعدين اعلمك باللي صار. اركض اركض يا فلاح، امشي. انت تفكر ان ابو قاسم قاصد يضربك يا نواف؟ تقصده هو اللي ما يقوم منها. العاد العاد مش قاصد. هسه حكى ببيت مرشود انه ما كان قاصد يضرب حدا، بس حامد تحيون عليه واجبر. انت كنت هناك؟ جيت من عندهم.
زميلك قاسم انجن على اللي صار. انت بتدافع عنه لانكم تحبوا بعض. حكي على ابوه كثير. عسلام ان شاء الله يا نواف. نواف انت وقاسم عقولكم كبيره، لا تردوا على الجهال. ايدي بتوجعني كثير، بتوجعني. جفال وشلون نواف؟ كلنا حالتنا مش كويسه يا مرشود. نواف طيب والحمد لله، هيو ما في اشي. تعال يا نواف خليهم يشوفوك. فكي عنا يا خيتي، خلينا بحالنا. اسمع يا جفال. اسمع انت يا مرشود وابعد عن دربنا. هات احنا بحلقك ما هو بدربك. فكنا عاد يا مرشود، فكنا عاد، بدنا نودي الولد للحكيم الساعة. على الحكيم؟ لو ايش يا جفال؟ عشان الشرطة تحبس وراد يعني؟ الشرطة تحبسه احسن ما نذبحه احنا، فاهم؟ علي من راسي اذا ما حبست الشرطة وراد غير براسه ولا براس واحد من اولاده. اشرب فنجانك ونذبحه. ايوه. لا والله عفارم عليكم، قدها وقدود. تفكروا ده اولاد الناس دواشر لكم؟ ابيش حد داشر لحد يا مرشود. لعاد توكل بالله يا جفال، والناس لبعضها والايام لافيه، والحمد لله على سلامه نواف. ما بيسلامنا اللي ضربه. اقولكم لعاد، وراد وعياله بوجهي انا وعشيره الفرهود، ولما تيجي الشرطه وتشتغل شغلها يمين بالله، يمين بالله لو شوكه تدق خروف من خرفان وراد لطلعها من عيونكم. امشوا يا رجال. نواف يابا خليك لسه عمالك كيف شايف حالك؟ راسي بوجعني كثير يابا، وايدي بتوجعني كمان. حول الله سلامتك يابا. حامد. نعم عم. روح عمو، روح هات الفرس. خلي تعلن جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي عن إطلاق بوابتها الإلكترونية للتقدم لجائزة المعلم المتميز في دورتها 15 وجائزة المرشد المتميز في دورتها 24 للتقدم ولترشيح معلميكم ومرشديكم التربويين. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.qra.jo. باب الترشيح مفتوح لغاية. يا جدي رضوى. جد مرشود أنا خايفة من اللي صار. لا يا بنتي ما في خوف، شد وتزول إن شاء الله. ما انت عقل غريسة الكبير يا جدي. والله العقل مغلوب على أمره يا رضوى، لكن المعينات بالله يا بنتي. الشباب طيبين مع بعض يا جدي، والناس كلها بخير، ما تخلي السالفة تكبر. بكفينا المحل والعطش واللي انت تعرفه. ما تشحق يا رضوى، ما تشحق، هذا اللي كنت ناوي عليه، بس ايش اساوي لوراد؟ يعني اذا عمي ابو قاسم غلط غلطة خربت الدنيا كلها. لا بالله ما تخرب، ان شاء الله ما تخرب. ان شاء الله. ويا بكى يتلملموا الغامات والدنيا تشتي وبأيام السعد يفرحوا الزينات وعيونهم تحكي تاريك يا وعد غدار غدار ومالك أمان تشعل نيران الحقد يا وعد وتقول عشتي you
ليش الشرطة تأخذ أبوي يا حج؟ أحسن ما يقتلوا المهابيل بغريسة يا قاسم ولا يقتلوا واحد منكم. بس انت طول عمركم تتزاعلوا وتتفاشخوا وبتتراضوا من غير حبس ولا شرطة، ليش على دور أبوي أنا؟ ليش؟ لأني بطلت أمون على الجهال، كل واحد منهم مساوي راس لحاله. بهو يا حج بسيطة يا ولدي بسيطة، هذه إن شاء الله انها هينة. تعالوا قعد قعد يا قاسم، يا ما صار أكبر منها بهالقرية وهانت. توكل بالله يا ولدي توكل بالله. مين أخذ نواف على الحكيم يا حج؟ أبوه وحامد وعودي. نواف حكى إشي؟ إيش كان موقفه؟ إيش قلت؟ بسأل عن موقف نواف، إذا كان متوتر أو زعلان كثير. والله أنا شفته هادي وساكت، بس اللي بالقلب يا ولدي ما يعلمه غير الله. يا الله. وين يا قاسم؟ اقعد. أمي لحالها يا حج، بدي أروح على الدار. هذه بسيطة يا ولدي، لا تهتم لها كثير. ها بس المهم إنه نواف يطلع من المستشفى ويروح لأهله، لا تهتم لها كثير. يعني ممكن تنتهي من غير محاكم؟ إن شاء الله إن شاء الله. أنا خذيت لكم عطوة من جفال وعياله بوجه الفرهود، وبس روح نواف نكد عليهم جاهة ونصلحكم وخلاص. قاسم. نعم يا حج. خذ فرسكو ولا تيجي الدرب الغربية. ها ليش؟ أي هو أنا بدي أظل أفهمك، ما أنت متعلم وتفهم عاد. بدك الصحيح يا حج، اللي بصير بهالقرية ما فيش للعلم دخل فيه. ياسر روح على داركم من الدرب الشرقية، لا تمر من جنب دار جفال، أحسن ما يتحرش بيك حدا الجهال وخلص. إن شاء الله. خاطرك يا حج. الله أكبر، أي الله أكبر، والله لو أنها صايرة مذبحة ما هو هيك. شهر العافية عوان. شو بي يا ضاحي؟ ضاحي؟ إن جيت من الزرقاء يا ضاحي؟ وشو بي وراك يا أخوي خبرني. والله يا عيده من أخابر وراي إلا غث البال. يا غبصية حزينة، وشو صار يا أخوي وشو بي؟ يا جماعة أنتوا مجانين مجانين، تودوا نواف على الحكيم وترسلوا وراد على الحبس. أيوه والراد شو اللي سواه حتى تأخذوا الشرطة؟ ما هو عمي مرشود. عمك اللي... مرشود؟ وعمك مرشود لو إيش ما ودى حامد العلي على الشرطة يوم انفشخ رأيك وفلاح ذيك المرة. والله قولتك يا ضاحي. إيه زلم كبير، زلم كبير ومن وجوه القرية، تودوه على الحبس؟ لا 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 لا، ما بيعقول، ما بيرجال يعني. وإذا نواف انفشخ الشو بيها تقوموا تودوا وراد على الشرطة. انت رحت للزرقة شفتهم هناك؟ أبدا، بس بفرصة الغداء حكيت مع أبو عميش التاجر رجع ما غيره. عارفينه. قلت له يدبر لنا سيارة بدنا نرحل بيها. قام شو قال لي؟ الحق يا ضاحي، قرايبك واحد بالحبس وواحد بالسبيطار. طيب ما عرفت شو صار نواف؟ شلون حالته؟ شلون حالته يعني؟ شلون بدها تكون؟ مقطوعة ايده ولا رجله؟ جرح وطيب وخلص. بس الحق عليك انت، حق عليك انت يا عواد، كان لازم ساعة ما جت الشرطة تأخذ ابوك تقول لهم وتمنعهم وتقول لهم إنه أبوي ما ينحبس إلا إذا أخذتوا حامد العلي بدل فشخته لراعينا فلاح. خلصونا عاد، ضحكوا عليكم الناس وأولهم مرشود، ولا يا عيدة خايفين من جفال؟ والله هذه اللي ما حدا فطن لها، بس يا خسارة رجال. الله يسامح ابوي، هو خلانا مجال نحكي. اكذب اكذب،
روح انت واخوك على الزرقة الحقوا ابوكو، لا تخلوه يطول بالحبس، وجيبوا تنك مي للغنم تشرب. طيب يما، قولي للراعي هجع الغنم ببيت عمي مرشود وتشرب من بيرهم عبين ما تجيب مية. بيت عمك مرشود؟ لويش؟ خايفين عليها من الخاسين يما. الخاسين ما قدروا يقربولها لما كان الدم يسيل. اقصد اقصد بمشوارك انت واخوك، ولا تخلي ابوك يتأخر. اقصد. على عافية. هلا هلا. جاي لهون وتارك الغنم وين؟ الغنم شربت وخليتها هاجة على البير الغربي. اي بير؟ ومن وين له المية؟ اجانا التنك اللي طلبه عمي وراد وخليته يفرغ المية بيه. شوفي المهبول، تفرغ المية ببير ابو لواحة. بير ابو لواحة؟ ابو لواحة ما بتعرفه يا فلاح؟ اللي حمد رمت حالها بالبير مشانه وماتت. البير اللي حطيت لنا المي بيه. انت مهبول يا فلاح؟ اقول هي رمت حالها بالبير لويش؟ ايه، ابوها ما رضي يجوزها اياه، وظل فرحان يدور حوالى البير ويلوح حوالى البير مثل الفرس اللي تلوح حوالى البيدر، وبالتالي سموه ابو لواحة. هلا هلا هلا. الله يكفينا شرك يا ابو لواحة، ويجعل قدومك على غريسة خير يا رب. تستور تستور من خاطر الصالحين، تستور منك يا حدد يا ابو حديد، تبعد شر ابو لواحة عنا وتخلي قدومه على غريسة خير يا رب. صحيح يا عمة، يساوي حجب ودروش. الله يكفينا شره، الله يكفينا شره يا بني. هو سبحان الله، البخلك حي الله، من وراد لجفال لمرشود. الله يعين الناس على بلاويها يما. ما هم اللي بيجيبوا البلاوي لحالهم. اي انا بعمري كله ما سمعت انه زلمه طول الحيط مثل وراد يضرب شاب صغير مثل نواف. عمي يا ابو قاسم ما كان قاصد يضربه يما، بس حمد الحيوان هو اللي تعرض له. اوف، قاصد ولا ما هو قاصد، سواها وخلص. وما دام عيدة شايلة برودة، شو ظل بعد؟ السلام عليكم. هلا قاسم، تفضل. هلا قاسم، فوت. تفضل، تفضل يا قاسم. ها، خبرنا هالساعة، شو صار؟ اللي سمعتيه يا مليح. يعني أبوك راح للحبس وخلص. وانت شو رايك؟ والله ما انا عارفه خيو، هاي كلها سواليف جهال وقاموا عملوها العقال. هذا امي طبعها. اقعد يا قاسم. يا ريت البال فاضي للقعده يا رضوى. بتهون يا قاسم، بتهون. انت شفتي نواف قبل ما ياخذوه على الزرقة؟ حالته مليحه، مش مثل ما بيهولوا، بس لهسه على الجماعه شايطين. المهم هو شو حكالك؟ مش عارفة، بجوز هو أحسن من اللي حواليه، بس ما انت عارف يا جاسم، لحظة زعل كبيرة والناس روسها متخالفة. أتم المكوك الفضائي دورته 36 حول الأرض في منتصف الليلة الماضية، وقال ناطق باسم ناسا أن المكوك سيهبط في المحيط الهادئ خلال 24 ساعة القادمة. إذا ما تعقدت الأمور رايح يهبط. العالم بيش وإحنا بيش. قوت يا مليحة. كفينا شرك يا أبو لواحة، وابعد عن باب هالحوش. حرام عليك يمه، شو بدك فيه؟ تعال أسقيك شاي. تعال بخاطرك يا هندسة. الله معك يا عاشق غريسة.
هي غريسة صار لها عشاق؟ انت ما بتعرفي قصته؟ بعرفها. خاطرك. مع السلامة، دير بالك على حالك يا جاسم. نواف يابا، عساك طيب؟ مليح يابا، مليح. كيف حالك يا نواف؟ لا الحمد لله بخير، ما عليه شر، الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا نواف. تسلم يا أخوي، تسلم. نواف يابا، قول لي الصحيح، كيف شايف حالك؟ صحيح يابا، أنا أحسن، بس إيد اليمين ثقيل شوي. شلون بتقول؟ إيدي هذه ثقيلة علي يوم أحركها، شوف. ها؟ علي من راسي، لكس الراس ولو صار بيك إشي. لا 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 لا، ما في إشي، ما في إشي. حامد، مازال إنه ابن عمك كويس والحمد لله على سلامته. روح عمو وخذ الشباب وروح على القرية مشان أرضك وحلالك وزرعكم. ولا يهمك يا عم، بس اصحى يخمك مرشود ولا واحد من رجاله هك، وبدي إياك تثقل الحمل على براد، خلوا ما يقدر يقوم. ولا يهمك يا عمو، بسيطة، ما بصير إلا اللي بخاطرك. مع السلامة. مشافة يا خيو. الله يسلمكم. مع السلامة يا أخوي، موفقين إن شاء الله. ها فهمت عاد؟ أيوة بس يا أخوي، يا حبيبي، يا سيدي، افهمني افهمني عاد. أنا صياح، أنا صياح وبعرف شغلي أكثر منك ومن غيرك. انت اسمع، تدفع لي هسا اهل الولد بدهم 100 ليرة فرش عطوة، وبندفع 50 ليرة للمستشفى، فاهم؟ وال 150 ليرة على ايش يا اخوي؟ على ايش ولا على ايش يا حبيبي؟ هو الولد دهسته على اهله هينة؟ اي والله لو دهست صوص دجاج مهان اصحابه. اسمع، هات هسا 100 ليرة والباقي عبين ما تطلع بكرة بالكفالة. هات ما معي الا 25 دينار، وفي دينارين بدهم يضلوا اصرفهم على حالي بالنظارة هون. طيب هات، وانا بقرضك الباقي على ما تطلع، امري لله. هات جاي، هات. هي مين؟ وراد؟ والله ما انا مصدق عيوني. سلامات ابو قاسم. هلا 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 يا صياح. كيف الله الشر، شو صار خير؟ اسمع يا صياح، امرنا ابو قاسم، امرنا، خدامك صياح، بس قل لي، احكي لي، ليش انت الحبس؟ صحيح اللي قلت لي اياه عن هوشت ابني قاسم ونواف بن جفال؟ وال يعني بلا مؤاخذة، انا عمري كذبت عليك يعني بلا مؤاخذة، بس قل لي، ان شاء الله طيب طرحته عاد. وتروح لي على المستشفى وتشوف لي حالة نواف بن جفال. هي يم ما اجت الا براس نواف الجفال. قل لي على انو مستشفى نقلوه؟ مستشفى الحكومة؟ ما بدري عنه، انت بتعرف كل جحور الزرقة، دور لي عليه وشوف لي حالته وخلي رجع التاجر يجيني لهون. على راسي، على راسي، من عيني الثنتين، انا خدامك. ها، ودير كرشي على محسوبك صياح، وبكره بشوف لك احسن محامي بالبلد يوقف معك. محامي؟ لو ايش المحامي؟ هه لا يا ابو قاسم، انت سيد الفهمانين، فشخه الزلمه هينه. قل لي، انت فشخته براسه؟ اسمع انت، بس روح وساوي مثل ما قلت لك وخلي رجا يجيني لهون. بس يا ابو قاسم، ما تاخذني بهالكلمه، يعني محسوبك صياح ولا اللي ترى ما معي الف فيه على المستشفيات ما معي قروش. خذ، الله لا يشبعك. امين يا رب، ان شاء الله عمري ما اشبع من المصاري، من ايد ما نعدمها ان شاء الله. اسمع يا صياح، امرني، امرني ابو قاسم. ان شفت مرشود ولا واحد من اولادي خليه يجيني اليوم. من عيني هاي قبل هاي، ما هو على راسي ومن عيني الثنتين، خطركو. بقول ليش وراد هذيك المرة طلبت منك مي لحاله؟ بيجي نصيبه. قول لك ابوي سجلنا على الدفتر. امرك امرك وامر ابوك. هي عملته بيعملها عاقل، ما انتو حبايب وقرايب، ولادكم بدرسوا مع بعض. والله يا وراد، يعني عطلك وعطل حاله عن شغله. قلت لي بدك الخال الغنم؟ ها ما هو الموسم منيح وفي عندك تبني يا ابو نواف، وبعدين يعني حساباتك كثرت،
بسيطة بسيطة يا ميش، بدنا شوية نخزنها للشتوية، نعرفش شو بصير معانا السنة الجاية. هو دبر لي شمطون على راسي، بس يعني لا تاخذني بهالكلمة، لو بدي أبيع شكفة الأرض اللي راهنهنت عندي تأمين للدينات اللي عليك ما بتسد نص دينك. شو قصدك؟ يعني ما بدي تفهمني غلط، لو تجيب لي قشان قطعة غيرها تعال خذ اللي بدك يا بدك. السلام عليك. هلا حجي. هلا هلا. تفضل تفضل محلي محلي. من له يا رجل، خلك ورا طاولتك. اهلا وسهلا. بدي تكتب لي كلمتين. شلونك يا جفال؟ من الله بخير. هات كاس الشاي وفنجان قهوة حلوة يا ولدي، هذا حروج من القهوة اللي عندك. أمرني يا حج مرشود. اكتب لي السد على المتصرف. طيب ليش ما تخليها على بين ما يجي صياح، خليه ينقش لك استدعى على كيف كيف كيفك. أقول لك اكتب انت وخلص. شو بدك اكتب؟ إنه وعدتونا بتصليح الطريق على السنة الجديدة حين ما يتوفر قروش عند الأشغال العامة. لكن يا حج مرشود، السنة الجديدة ضايلها كم شهر. أدري يا رجا أدري، أريد أذكره من هالحين حتى يفطل لنا. واكتب إنه مستعدين نساهم مع الأشغال بتصليح الطريق باللي يطلبوا منا. أنتوا تساهموا؟ ها كيف العهد. حاضر. جفاء، أظن ما عندك شغل هالحين. ها؟ كيف قلت؟ أريد أروح أنا وياك هالساعة للمتصرف، نفوت عليه بالديوان ونعطيه الاستدعاء ونذكره بسالفة الطريق، وبلكي كتب لنا للزراعة يزيدوا حصتنا من علف الحلال. والله بالك فاضي، بالك فاضي، ما همك غير الطريق والسيارات. ايه عاد، ايه هو انا بدي لي لحالي يعني. خليني بهمي. لا ما بيهم ان شاء الله، انا مريت على المستشفى قبل شوي وشفت نواف طيب والحمد لله ما بيخلاف. والله هو نصيبه. اقول لك انه طيب وماشى معاي لباب المستشفى من برا، ما بيش. يا سيدي الله يقيمه بالسلامه. ايه زين، ده عاد خلنا نطلعه من المستشفى ونروحه على غريزه. لا ما بطلع من المستشفى هالساع، ما بطلع ابد. اقعد اقعد، لا تلم علينا الشارع بصياحك. اقعد. لا ما بقعد ما بقعد، كان هم قعدوا على هوشه هذيك السنه، احنا بنقعد. وين ابو نواف؟ ما طلبت لك فنجان قهوة حلوة؟ تعال اقعد اقعد، ماني محاشيك هسا، اقعد. خليني بحالي يا مشهود. حالتك ما بيها اشي، ابنك طيب والحمد لله على سلامة، ويوم انك تزعلت مع قرايبك قبل سنين ودك تعيد سوالف اول يعني؟ يعني بالقلم العريض، وشو اللي بدك تقوله؟ بدي اياك تخاف الله منك وفوق يا جفان، وتحسب حساب لقرابتك ودمك ولحمك. هذا الحكي قريته علي من زمان. ما تقعد يا ولد، علامك تنطلق. وين اقعد؟ بدي اروح اشوف ابني بالمستشفى، وبعدين بدي اروح اطل على اهلي. تبن بيدر بيلعب بيه الهوى على بياد الغريسه، بدي اروح لامه. هذه هي حالتي يا مرشود، شوف انت. زيد زيد، روح انت، روح انت على غريسه وانا لاحقك بعد ما اشوف المتصرف. روح. ابو عميش. ها؟ أنا برجع بشوفك بعدين. إيه تراني بخدمتك يا أبو نواف، وما بصير إلا اللي برضيك. والله وقعتك يا وراد وقعه، بس لو إنهم ودوه على مستشفى الحكومي كان أهول شوي. وهذا اللي هو بي غالي يعني؟ غالي نار كبرى. يعني بفكرك أنت قديش أجار مداواته كلها؟ 350 دينار. 350 نيرة على 4 أيام؟ أيوة يا أخوي عواد، وكل ما نام ليل زيادة بيكبر المبلغ. ول عليهم ول. هذا اللي بده يسوي له عملية قديش بقصوا منه؟ ورطة ورطة يا أخوي عواد، ورطة. السلام عليكم. هلا صياح. السلام. مرحبا. هلا صياح. هلا. أبشركم كل شي راح يكون الأحسن، أقعدوا. بشر يا صياح، قول. أبوكم راح ينزلوه على المحكمة اليوم، وبعدين هسه بروح انا والاستاذ قاسم على احسن محام بالبلد يوقف معنا بالمحكمه، والليل ان شاء الله ابو قاسم بروح على غريس ان شاء الله. هات شاي يا ولد، هات شاي. صحيح يا صياح صحيح. ولي يا زلمه،
هو عمري أنا كذبت عليك؟ أنا صياح يا زلمة صياح. يعني طلعوه بالكفالة؟ طبعا يا أخويا قاسم بالكفالة، ولحين المحاكمة منكون صرحناكم مع جفال ومع حامد ومع نواف، ورأس مالها غرابة وخلص. يعطيك العافية صياح، يعطيك ألف عافية. ميت أهلين، إحنا بخدمة الناس الطيبين طول عمرناها. بس لو أنه نواف يطلع من المستشفى الخاص لأنه قاعد بكلفنا كثير. ليش هو؟ مرشود ما روحه؟ أنا قلت يروحوا معه. هسا بكون أكيد روحوا معه. أنا لعاد خلوني أروي على القرية، تبنى لهسا على البيدر وأشوف أمي هناك وأجيكوا بكرة. بس اسمع يا أخوي، يعني قبل ما تروحوا يعني يا ريت لو تعكشوني عشان نرات هيك تمصرف بيهن، وتخلي مع أخوك قاسم 50 ليرة مشان يتفحن للمحامي سلفها. تفضل يا صياح. يا ميت أهلا وسهلا، من إيد ما نعدمها إن شاء الله. خذ يا قاسم. شكرا يا أخوي. ترى ما ظل معي إلا جار الطريق. ها شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. الله عواد دير بالك على حالك أخوي، وابعد عن دور جفال وقرايبهم حتى نخلص. ولا يهمك يا قاسم، إن شاء الله. الله معك. السلام عليكم. وهسا يا أخوي يا قاسم على المحامي وبعدين على المحكمة على طول. يلا يلا. في مثل هذا اليوم 24 من شباط، ونحن نتناول مؤتمر فلسطين ومناقشة مراسلات الشريف الحسين بن علي، فإننا نستذكر أنه في تاريخ هذا اليوم من عام 1939 صدرت عن سكرتارية المؤتمر ملاحظات على البيان الذي أدلى به رئيس القضاء اللورد هالسري، ومن هذه الملاحظات ما جاء في البند الثالث منها، وتقول: إن مندوبي العرب في الوقت نفسه يدهشهم ويؤسفهم أن يروا رئيس القضاء يأخذ بوجهة النظر القائلة أن فلسطين كانت مخرجة من المنطقة التي تعهدت بريطانيا في مكاتبات مكمهون، وأن تعترف بها كحكومة مستقلة. وفي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي نستذكر في تاريخ هذا اليوم ولكن من عام 1949، حيث